تفضل الاستاذ. يسلم ايديك يا ابو زكي، يسلم ايديك. ما قلت له ابو زكي شلون هالمانطو معك؟ والله بيدعي بسلامتك. ويا ترى عم تعمل له صيانه يا ابو زكي؟ صيانه؟ ايه عم بعمل له. ابو زكي احسن شيء انك تعمل له طلب اصلاح وتنزله على المرآب. ولا وينك؟ انا برايي تجيب خرزه زرقاء وتعلقها على القبه مشان العين. موجود 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 الخرزه الزرقاء. ليك وينك؟ ليك ليك وينك؟ شو وين؟ سيادة العدير المام المدير العام. لك أهلين بأبو زكي، منيح الله بعت لي إياك. تعال تعال شوف. تعال. خير خير سيدنا، شو القصة؟ شايف يا أبو زكي دولاب بنشر معي والسائق ما معي لحتى يساعدني. ما يهمك، ما أنا جاهز سيدي، ولا يهمك، أنا تحت الطلب. أمرك سيدي أمرك. يلا لحظة. أبو زكي يلا، الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا سيدنا. صلحوا ابو الدولاب جاهز. الدولاب جاهز يا سيدنا. الله يعطيك العافية يا أبو زكي. الله يعافيك يا سيدي وخلينا ياك ولا يحرمنا من يحرمنا منك يا سيدي. يلا بسرعة يا أبو زكي. يلا. يلا حبيبي يلا. بتأمروا بتأمروا شيء تاني سيدي؟ لا أبو زكي اطلع لوصلك معي يلا. لا لا أعوذ بالله، بحب إردالي، بدبر حالي سيدي ماشي. يا أبو زكي خلاص اطلع لوصلك. طيب طيب سيدي، عدم المؤاخذة بس نجيب المانطو. يلا جيب المانطو. وين المانطو سيدي؟ هلا كان على السيارة هون. وين وين راح؟ تعرفوا شفتوا شيء؟ المانطو صحيح وين راح؟ المانطو هون كان، يمكن سرقوا لي اياه يا سيدي. المانطو المانطو يا هو، المانطو يا خلق، المانطو سرقوه، المانطو المانطو يا عالم، المانطو يا هو. مرحبا مرحبا يا اختي. اهلين. شفتي لي مانطو مانطو نحاس طواله وزرار؟ شان؟ قصدي مانتو 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 نحاس نحاس وزرار. شو انت مجنون؟ شو عم تحكي؟ مانتو إلي أنا، لا تفهميني غلط. خلاص خلاص، شو انت مجنون؟ مالي مجنون. قلتك أنت الشنتير وعم تفتش على البنات؟ ما أنا قلت الحياة ما عم نطفش لك. مانتو مام يخرب عايش. لا عم شو 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 أنت هنيك؟ هي تعال الله يرضى عليك، تعال الله يرضى عليك يا حبيبي تعال. نعم تعال الله يرضى عليك. انسرق لي أنا زرار مانتو طوال زرار نحاس بهديك الحارة هنيك. شفت شيء؟ لا ما شفت. الله يرضى عليك إذا شفت حدا حامله لأن نحاسه العلامة طواله نحا. ما شفته؟ ما شفته؟ ما شفته؟ ما شفت شيء؟ ما شفته؟ ولي على قامتك، ولي على قامتي، ولي على قامتي. عود بشوف. عود. عود سيدي. ايه عود عود. حاضر. وقلي لشوف شو مواصفات المانطو سيدي. مانطو طويل لونه عسكري نحاسه زرار نحاس يا سيدي. يعني جديد هو؟ لا سيدي مش كتير جديد، مو كتير جديد، بس سيدي هذا كان لابسه ضابط فرنسي بأيام الانتداب، وأبي كان يومها من الزوار، ولما الواطن الوجبي ولما الواجب الوطني نادى الوالد الله يرحمه للدفاع والزود عن حيوة عن حماض عن حياض. هالتفاصيل كلها هي ما بتهمني، عم بكتب بالضبط أنا، مو موضوع إنشاء ولا درس تاريخ. حاضر حاضر سيدي حاضر. بتشك بحدا؟
والله ما بعرف بشين بدي مك بمين بدي شك فيه. يعني برأيك مين ممكن يكون السارق؟ والله ما بعرف يا سيدي، يعني في غير وحدين ولادين الحرام يا سيدي. طيب بسيطة. امتى رح تمنطوا لي؟ امتى رح ترجعوا لي المنطو سيدنا؟ وقت منكمش الحرامي. وامتى رح تحرموا؟ رح تكمشوا الحرامي؟ امتى يعني؟ وقت ربك بيفرجها. بعدين ليش كل هالقد لحوح انت ها؟ شو انت اول واحد بينسرق له جاكيت؟ مو جاكيت يا سيدنا، مو جاكيت، مانتو تاريخي، مانتو اثريات يا سيدي. ايه خلص مو مشكلة. انت اترك هون عنوانك ورقم تليفونك ونحن اذا صار شي معنا منتصل فيك. هي يا فرحة قلبي، خلصنا منه على اهون سبب. شو قصتك انت؟ شو قصتك يعني شمتاني فيني؟ مو شماتي لا سمح الله، إيه بس انت ما كنت تتنازل عنه بالهين لحتى راح من ايدك هيك خطف مثل القضل مستعجل. ايه بالفعل خطف من ايدي خطف. لا تزعل علي تقبرني، يعني عمره خالص حاجته 50 سنة خدمة، يعني عمل اللي عليه وزيادة الله يعطيه العافية. لا مو شيء هيك، بس المشكلة انه الدنيا جاي على زمر وبردرير، على برد وزمهرير. ليش ان شاء الله رح تترك حالك هيك يعني بلا مانطو ولا جاكيت؟ شو بدي اعمل لك انا؟ تقبرني، انزل بكره على سوق البسطار واستنضف لك هيك شي مانطو يكون مرتب واشتري. ليش فكرك رح لاقي مثل هداك المانطو؟ عليم الله كان يبرد القتل، كان يقتل البرد قتل، يفتك في فتل. ما اختلفنا، بس المهم تكسي حالك على هالشتوية. طيب وبلكي بعد ما اشتريت اجدام مانطو جديد من سوق البسطات انحرم، انكمش الحرامي ورجع لي المانطو القديم، بهالحالة بكون خسرت حق مانطو على الفاضي. إلا سيدي مو خسارة، هيك بصير عندك بدال المانطو 2 بتبدل فيهم طول هالشتوية، مو أحسن ما تضل لابس لي هالماركة المسجلة طول الوقت؟ طيب ماشي الحال، بكرة منشوف. عرب يا سيد، تعال شوف القطة محلة. مور عمي مور جاكيت، قول خود طلبك عمي، خود طلبك. عدين يا أستاذ، عرب حبيب، عرب خذ لك قطعة للشتوية. عرب أهلين حبيب، فضل عمي، فضل يا حبيب، أهلا وسهلا. عرب يا خيو، عرب حلوة كتير القطة عليك. ها يا سلام حلوة كتير، يا أهلين وسهلين. عرب عمي، عرب يا سيد، عرب يا حباب. مور عمي شو طلبك عليه؟ يعفيك العافية، يعطيك العافية. الله يعافي قلبك. دخلك في عندك خرج ومانطي؟ نعم مانطو خرجي. ايه على راسي، خود اشوف شو رايك بالمانطو. ما بعرف قسمه، ما عجبني. في عنده غيره؟ في عندي غيره، عنده غيري، عندك؟ بسيطة خود اسلي هاد تمام، قياسك تمام. شرف عمي، اهلا وسهلا. مور يا معلم، ما بعرف قسمه، مزري. طيب اللي لشوف شو اللون اللي بدك اياه. مو مهم اللون، المهم يدفئني ويكون منيح. فهمت عليك، عندي طلبك. وينه طلبي؟ جايك بالحكي، عندي مانطو بفليج جديد خلنج، صاحبه مو لابسه أكتر من سنة، يبدو كان لواحد صاحب نعم، جوخة انجليزية وتفصيل طلياني على الموضة تمام. بقى شو رايك تشوفه؟ وينه؟ ليش مو عرضه هون؟ هذا ما بنعرضه إلا للزبائن سبيشال اللي مثلك، مو مين ما كان بيفهم بهيك بضاعة. هاشو لتوف، هاتو لشوف، خلصني. تفضل شوف البضاعة وصلي على النبي، وإذا عجبك بحسب لك ياب 1000 ليرة.
العمى. معقولة؟ معقولة؟ خير شوفي ولك هذا المنطو تبعي نفس الزون نفس اللون ونفس الزرار. شو عم تحكي انت؟ هذا مستورد من برا. لك شلون مستورد وما مستورد؟ عم قلك هذا المنطو إلي انسرق مني الجمعة الماضية لما 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 كنت عم دلب صلاح عم صلح دولاب مديرنا. ليكو ليكو لك شوف مدروز من جوا هالجيبة درزتها درزتها أمزكي قبل السرقة بيوم. طول بالك يا أخ حاش تعيط ولا صلعتني. شلون ما بدي عيط؟ هالمانطو إلي وستين إلي. طيب بدي عيط فهمت ولا ما فهمت؟ طيب فهمت؟ طيب طيب يا أخي طيب طول بالك ما بصير اللي بدك يا عن إذنك لحظة. شو 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 عن إذنك لحظة شو هاد؟ فعلا الحال الملال الا ما مال الحلال الا ما يجرع يرجع على صاحبه. لا تواخذنا معلم اكيد صار سوء تفاهم. شو يعني؟ يعني اكيد شيء بالحرام معنا يا شو ما فهمت شو يعني كمان اخي طالما المنطق لك خده ما بدنا منك لا ابيض ولا اسود. هيك 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 بيحكوا الناس الاوادم فهمت. حاضر 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 يلا يلا خصه ضببني ضب ضبه خلصني على راسي على أوام. راسي على راسي اهلا وسهلا يلا ها تاكل عم عينك. تفضل يا اخي تفضل يا حبيبنا ان شاء الله الف مبروك. هاتوا نعم مع السلامه. فشنا 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 وعشنا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نعم اخي قد ما بدك هات حسنة رقك وسمارك حسنة رقت حسنك وسمارك. شو شايفتك راجع مبسوط؟ ايه 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 وليش لحتى ما اكون مبسوط مبسوط معناها اكيد توفقت بالسوق لقيت طلقة. توفقت بالسوق توفقت اسكر اكثر مما تتصوري. هات لشوف ورجيني شو اشتريت. شوفي قولي على قامتي ان شاء الله. ولك مو هذا هو المانطو القديم؟ هو بعينه. شلتي شفتي شلون الحال الملال المال الحلال بيرجع لاصحابه. ليش انكمش الحرامي؟ لا لسه ما انكمش بس ان شاء الله رح ينكمش رح ينكمش على ايدي انا. لكن منين اشتريت المانطو؟ من سوق البالي؟ لا سوق البالي سوق البالي مسكر حماية للصناعة الوطنية. بس الحقيقة مزكي التجار الكبار واقفين لهم بالمرصاد ما عم يخلوهم ما عم يخلوهم يبتزقوا. بس أنا عم دور على مانطو جديد بسوق البسطاط لقيت مانطو مانطوي هان معروض للبيع وان شاء الله رجعت اشتريته. شو مجنون انا لارجع اشتري؟ لما عرفوا اني صاحب المانطو اعطوني اياه ببلاش. يلا منيح وفرت حق مانطو جديد. الظاهر مكتوب عليك تقضي كل عمرك جوات هالمانطو. بس وينك امسكي انا ما رح اسكت ابدا. ها ما فهمت عليك. فكرن هنن يعني يسكنوني يسكتوني من مانطو. شو قصدك؟ مو قصدي شيء بس انا من بكره رايح على المخفر واشتكي عليهم. انا برجيهم انا. طيب هن شو دخلون؟ امسكي لو كان ما دخلون ما كانوا تنازلوا عنه بهالسهوله بهالسهوله. هدول اكيد صعابه عصابي عصابة. ايه عصابة كبيرة وبنصبة يعني يمكن ناس بتسرق وناس بتدفر ويمكن ناس تبيع بالبالي. لك لا مو بالبالي البالي البالي شغلة نظامية كتير. بالعكس اكلين هوا المساكين. هلأ انت شو بدك بيع الشغلة؟ قد العصابات انت طالما هالمانطو رجع لك سالم غانم. عود بأرضك والبول وترك كبش العصابة على غيرك.
ما بيصير العود ما بيصير اقعد والبود. واجبي هاد مزكي واجبي. اي مشارف وطين اي مواطن شريف مثلي من اهم واجباته انه يبلغ السلطات ويرشدها ويزودها بالمعلومات عن اللصوص والحربية والعصابات. لك يا ام كزي يا ام زكي هذا سوء حربية حربية لك نهبجية هدول همجية. بس ما في بس الشغلة ما فيها بس ابدا. شوفي شوفي لقلي انا بالمسائل يلي بتتعلق بالواطن الواجب بالواجب الوطني والغيرة على مصلحة الوطن ما بتهاون انا ابدا. مثلي مثل ابي الله يرحمه الله يرحمه لما طعن الضابط الفرنسي بصدره وشلحوا البارودة والمانطو مثله انا. ما بعرف انا حاسة انه هالشغلة مو شغلتك. شلون شلون مو شغلتي انت التانية؟ ما بيصير نسكت حبيبتي. ما بيصير بالبلد في حرامية عم تسرح وتمرح ولازم نكشفهم نحنا. بعدين إذا دريوا إني بعرف وساكت بيتهموني بالتكتم. ها والله أنا خايفة يوجعك راسك. قصدي يعني أنت مو قد هالحملة. أنا يلي بعرفه يا مزكي إنه البلد عم ترجع على ورا وكله يا مزكي من السرقة. البلد مشتغل فيها نهيب ونحن ساكتين بقى لإمتى؟ لإمتى؟ أنا ما رح أسكت وبدي أقوم بواطني الوجبي بواجبي الوطني. هيك أبي الله يرمح لي الله يرحم لي هيك رباني. لا يمكن امزكي شوف أنا لا يمكن أسمح للبلد ترجع لورا وتسرح فيها الشبيحة العصابات والشبيحة. صحيح أنا آذن بسيط بس مالي سراء. أنا مالي حرامي ولا حدا بيقدر يضحك علي. أنا منوب. هلا وقفت الشغلة على مانطوك. ولك يا عم زكي افهميني يا روحي افهميني. صحيح مانطوي عزيز علي ويلي بده يسرق لي كأنه سرق عمري وصحيح رح يرجعوا لي. بس الغالط بس الساكت عن الغلط شيطان. يعني ليش هالناس بتتستر على الحرامية؟ مالي عرفان والله مالي عرفان. بيقولوا هذا حرامي وبيسكتوا ما حدا بيحتقره بالعكس بيحترموه لأنه عنده مصاري عنده. بقى يا أم زكية يا حبيبتي شوفي لما بتكتر الحرامية والسرقات بينخرب الاقتصاد والتوازن بينعدموا لأنه ناس كروشون كبيرة وناس خف الريشة يعني مثل الأبيل والجعيصو واحد فوق وواحد تحت وواحد. خلاص فهمت عليك فهمت. تعال عود كلك لقمة. فظاعة عالسنوان عالنسوان شو عقله الصغير فظاعة. يعفيكم اعطيكم العافيه جبت الشاي قهوه. تفضل الاستاذ. شو هاد يا مزكي شو هاد؟ ليش هيك طالع بطالاميس؟ شو مالك حاسس بالزنطاري؟ بلا شو ابو زكي لسه ما افرجوا لك عن المانطو؟ لا لسه وعدوني بهاليومين. قالي ايه صار لك شهرين وانت عم تقول بهاليومين. ابو زكي رح تخلص الشتويه. شو بدي اعمل يا حبيبي؟ هن هيك عم يوعدوني لانه في حراميه بالبلد في هيك على ما يظهر. يعني رح تقضي كل الشتويه على طه القميص؟ ابو زكي شو رايك نعمل لك لميه ونجمع لك حق مانطو جديد؟ لا يا استاذ هي ما بريده منك ابدا ما بريده. انا مو عاجز اني اشتري مانطو جديد يا استاذ بس انا بدي المانطو تبعي بدي اياه هو لانه عزيز على قلبي كثير. هالمانطو في ريحه المرحوم ابي في ريحه بيتنا وريحه المانطو
الماضي كله تبعنا. لما بلبسه بحس حالي رجعت 30 سنة لورا، بتذكر أيام شبابي وأيام العز اللي كنا ماشيين فيه. هو صحيح أنا بشتغل على القهوة والشاي والكناسة والمسح، بس أبي كان من سوار الغوطة، كلهم بيعرفوا من سوارها. هالمانتو هاد هو الوسام اللي أخده أبي، وهو الشيء الوحيد اللي عم يربطني بالماضي يا أستاذ. أنا ما حبيبي مشان الله فهم، أنا ما بدي تشفقوا علي، تعملوا لي لمة، ما بدي منكم غير إنه تتركوني بحالي مشان الله، تركوني بكون كتير ممنون. الله يصلحك، ليش هيك حكيت معه؟ ما كنت بعرف إنه راح يتحسس لهالدرجة. على كل حال أنا رايح أعتذر منه. خد تقبرني، اشرب كاسة هزورة بتدفي لك بطنك منيح. بسيك تقبرني بسيك. يكلموا يسلموا إيديكي. يعني لو سمعت مني واشتريت مانتو ما كان أحسن ما يصير فيك هيك؟ ليش فكرك شو صار فيني؟ يعني ما كنت بردت هيك؟ أنت بهالسن لازم تتدفى منيح. يا أمزكي بصراحة أنا ما عاد في شي يدفيني. يو شو هالحكي؟ بنت ما عم بقلك يا أمزكي، من وقت ما راح المانتو أنا بردان من جوا، حسيت إنه ناقصني شيء وهالشيء ما ممكن يتعوض، وكأنه روحه من شافي، وكأنه شافي من روحي راحت مع المانتو. يا أبو زكي إيه بعيد الشر عنك، شو هالحكي اللي عم تحكي يا أبو زكي؟ هي الحقيقة يا أبو زكي، خايف إذا حكيت هالحكي قدام حدا تاني يقول عني مجنون أو مخرف. اللي أخذوا مني المانتو ولحشوا بالمستودع ما عرفوا أبداً إنهم كأنهم أخذوا مني أبي وذكرى أبي والماضي تبعي كله. يا ريتهم أخذوا شيء طلع من طلوعي ورجعوا لي المانتو. يا أمزكي لا حول ولا قوة إلا بالله، طول بالك أبو زكي. هاني كلها كم يوم إن شاء الله بتنكمش العصابة وبرجع لك المانتو. أشوف هالكم يوم قديش رح يصيروا، والله ما رح يجي بآخرتي إلا هالكم يوم. أنا بحب أشرك يا أبو زكي لأنه نحن ألقينا القبض على العصابة. شو هالحكي يا سيدنا؟ طلعت عصابة كبيرة كتير ومختصة بس بسرقة الأواعي والغسيل. الله يبارك فيكم يا سيدنا. وطبعاً اعترفوا بكل السرقات والجرائم اللي ارتكبوها، ومن بيناتهم سرقة المعطف تبعك. هيك ألف حمد لله وشكر لك يا ربي، عقبال اللصوص الكبار. بس يعني بقدر سيدي امتعت استلم المعطف يا سيدنا؟ ايه طبعا، وهي ورقة المستودع، بموجب هالورقة هي استلم المعطف. شكرا يا سيدنا، الله معك، يخلي لنا اياك.